مدحويني هي دولتي كوميل جاركا إلى الصومالية شيخ شريف شيخ أحمد وكهل حفلة على مسار كمدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي أي كهل أرنما آد وبضان وحانا وحيابها أقوى وين مدحوينه وكهل كمدا إن دولتا فدرال كاي صوماليا مدحدة وصر رئيسة حلقان أي سنسوودن دان صوماليا دوحانا وغبا غيما ملقوبالي جبلان إيا بودلان إن أي جعان كجيستان سيدي دادك صوماليا ليسكوكو كيني لها مدحوين الشيخ شريف شيخ أحمد عيار رجح حمو آد وين كموتشي مدحدة الدولة دا فدرال كاي صوماليا إيا سياسة دا حلي غانا يكون معمولا يان دالكا مدحوين هرا قدومي ها كحوين كأغل كسر أغل كسر أبشر بخاري مدحوين هرا دولة دا فدرال كا حسن شيخ قدومي هرا برلوان كا شريف حسن شيخ آدم مدحويني هر قال مدوق أهانا وزير كارمها وزير كأمنية مدحويني هر بطلان عبد الرحمن فرالة قدومي حزب وزير أهانا وزير عبد الرحمن عبد الشكور داهر محمود قال وزير ك بمع كلام فيري أنا نلوب إلى عبد الغابر عصبلة هجامية حزبية إليس أجرها لها سنة تركة دمان كحجانا ذا مدحوينها حلو بعنا ذا شرفت له كسو غيب قلياشة سراكيشة إلى مدى بهذا الصحافة ذا رنتي هذا نقول فرح سنة هاي كسو غيب قلك كلا كان وحن ربعنا وهم بالوايا مدحوينها دبلة دورة مدحوين أحمد محمد إسلام ألف مبروك على راهدو إلى يقوف ضدايا مسؤولية دوين وأن هو أنا فهم سنتا على إسكابا هي دتك سومالية جارهان دتك راجو بلان أورنتي باهي بلان أقبا دولة منو هنا قاعدة سياسة كلا وحن ربع دتك راجو بلان أنا أهم بلوايا أهم بلوايا هو مركز سمايان دبر أذيعا iyo meesha ay soo gaareen intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan u tacsiyo dadka raaji balaan dhibaatada magaca qaranka iyo dowladnimada lagu geystay Soomaali haddaan nahay magaca qof kasta Soomaali ee maanta aan qaadanayo iyo ogolaada waan kugu tacsiyeynaynaa raalli kama nin dowladnimada aan qofna lagu dhibo qolana lagu dhibo waa u soo halgamteen meesha aad ka soo bilaawdeen aan xogaal inahay dhibka aad soo marteen aan xogaal inahay abaalmarintiinnu ma ahayn waxa aad kala kulanteen dowladda laakiin ku qancaa dadka soomaaliyeed ee idiin yimiday jeclaystay inay na kala qayb qaataan xafladdan calee masaarka intaas markii aan ka gudbo waxaan shaki ku jirin Soomaaliya maanta marxalad muhiim ah inay marayso annagoo dhan nooga baahantay inaan ka qayb qaadano sidii loo badbaadi lahaa laga soo bilaabay burburkii dawladda dhexe ilaa hadda waxaa socday dadaal Soomaaliyeed iyo mid dad ajnabiyeed oo wadaan si loo helo dawlad Soomaaliyeed oo hanaqaada waxaan aaminsanahay dadaalkaasi inuu meel soo raaray laakiin maanta mugdi uu galay mugdigaasna loo baahan yahay inaan ka xishoon madaxana ka qarsan mas-uuliyaddeedana aan qaadano talada marna waxay ku fiican tahay in loos loo sheego marna waxay ku fiican tahay kor in loo sheego anigu waxaan aaminsanahay talada xilligii hoos loo sheegi lahaa waa soo dhammaatay xilligii kor loo soo sheegi lahaa ayaa la joogaa waxaa ilaahay mahadiisa dadka soomaaliyeed maanta inay u bisin yihiin arrintaas waxaa ilaahay mahadiisa laba mas-uul oo laba maamul goboleed madax u ahaa inay nala joogaan maanta labadiina madaxweyne iyo dadka ka timaadeen iyo maamulkiina hadday waxa laabaan dambiga adinkaana inaysanaa sababtuna hadda annaga waa ka soo quusanay dowladda dhexe quusaan ka nahay waa ka nimid rajo xataa noogama jirto mas-uuliyadda qaata ummadda soomaaliyeed isugu yeera annagoona diyaaraana
وحال يراهشوا هذي سنوي نمن ويس ورهشوا نمن كبار هاي ساي دتك اسميرا دتك سوامالي يا ديار تلا سوامالي يا لو باهيه مامل غوبلاديه دهاري وحان اوغنا وها سودا اني سن كو فرحسنين وحان اوغنا قال مدكسيده فرح لو غلو جيرو وحان اوغنا هي لبدا كلنا دباتده كجرت ما انت مسؤوليه دارنكا الله يدي ساري أديك أحيل هيسين وحن ربنا عينا أن هوس فيرنا قرآن فيرنا ومدى سوامال المانتا وحي باهي بغانو قبتا مدرمو وحي باهي بغانو قبتا وحي أي قرتين إن إدغان قلان دستور كاسكو ملقار كاها نوقران وانيقى بدنيه وانيقى فلنيه وحي أن كو قرانا عدينا وكوة وحن لكرنا وحن ربنا مدنانتا كوبا بلسي دستور كإلى الانتيس وحان ربنا حقوقنا وحريات كبتك سوماليات إنه مقدس نقدان مر ربنا أود دولة نمادة إنه لا تكفر ذكر فلدتك سوماليات ماشا دولة نمادة يكب الله تنا وحالكاس وحانا من سنة هاي قف سوماليات وحقرها ومانت وحس عضا كفر أحسنين وسنجرين خلوات وضع آيان لكن خلوات كواكلوينهم ugu geyno qof kasta Soomaaliya wax garada uu ka qayb qaato anagoo wada naqaana 2020ka 2020ka meeshaan u soconaynaa inuu sanadkan dhawaadaan rabna waana wax la gaari karo hadii Ilaahay ragaas saaxibadeena hidaayo u keeno oo dariiqo ku soo laabtaan madiidanina waa ogolna laakiin waxaan aaminsanahay inay sanahayn loo fadhiin inuu filanaana soo martay gudoomiye baarlamaanka jawaari ah hortayna lagu jiidan oo la hadlayna waxa ka dhacay maxaan ku jiraadaa meesha la jiraa koofur galbeedan xogaal wada ahayn oo qofna ka hadmin laga wada aamusay intaas waxaan leen waxuna socdaana waxa jubbanaan ka dhacayaan xogaal wada u nahay waxa ka socda galmigan xogaal u nahay waxaan joognaa meel aan ka soo socoyaan la suguna Soomaaliya isku tashada qodobkaas waxaan rabaa inaan u gudbo dowladnimadan odayaal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aqoon badan aan u lahayn dawladnimo ayaa meeshan soo gaarsiiyay waxaan iskuula joogno waa Soomaalinimo iyo wanaag aan dhaxay iskuula ma joogno dastuur iskuula ma joogno sharci waxaan rabnaa inay taasuna noo ahaato dastuurkan aan ku wada joogno dastuurki waa la laalay meel uu jiro lama yaqaano waxaan rabnaa dastuurka dib loo soo celiyo waxaan rabaa inaan iska ilaabin maanta waxa Ilaahay ku soo aadiyay maalin qiimo badan oo maalintii calanka Soomaaliyeed loo unkaya waa maalin weyn waxaan u baahanahay fursadaas inaan uga faa'iideysano